وسهلا، حنحكي عن مشروع Color Tracking Mouse، مشروع عملي لمعالجة الصورة بالماتلاب. حنحكي عن فكرة وهدف المشروع ومتطلباته للمشروع، الخطوات التنفيذية والخوارزميات والصعوبات، ونظرة سريعة على بعض أجزاء الكود. بالنسبة لفكرة المشروع، هي أني استغني عن الماوس تبع الحاسب وأتحكم فيه عن بعد من خلال معالجة الصورة بالماتلاب، من خلال استخدام شرائط لونية أزرق وأحمر لنحقق فيهم الوظائف الأربعة للماوس، اللي هنا رايت كليك، ليفت كليك، ودبل كليك، وسكرول. تم تحقيق هي الأحداث اعتمادا على موقع اللون الأزرق بالنسبة للأحمر. إذا كان الأزرق على يمين الأحمر فحيحقق رايت كليك، إذا كان الأزرق على يسار الأحمر حيحقق إما ليفت كليك ودبل كليك حسب المسافة بيناتهم. إذا أكبر من مسافة معينة فهي ليفت كليك، إذا أصغر مسافة معينة فهي دبل كليك، والسكرول في حال ظهر عندي لون أزرق فقط. خلينا نشوف متطلبات المشروع. بالبداية بدنا حاسب مزود بكاميرا ويب، وطبعا برنامج الماتلاب، وبيئة تطوير جافا JDK. حنستخدم خلال البرمجة منها المكتبتين روبوت وإيفنت، ومكان طبعا ذو إنارة مناسبة لأداء أفضل وارتداء القطع الملونة اللي شفناها. الخطوات التنفيذية للمشروع، حنحكي عن خوارزمية معالجة الصورة. في عنا الصورة هاي حنطبق عليها معالجة لعزل اللون الأزرق واستخدامه. مثل ما احنا شايفين، أضفنا بعض الضجيج بالخلفية على اعتبار أنه قد يوجد بخلفية الصورة أشياء لونها أزرق. خلينا نشوف كيف حتتم المعالجة. بالبداية لفكرة عزل اللون، أنا بدي أزرق، فأخذت نحن بنعرف أنه المصفوفة هون أو الصورة RGB، فالبي بلو بدي الطبقة الثالثة، فبقول له بدي الشفيفة الثالثة ناقص الثانية ناقص الأولى، فحصلت على الصورة اللي شايفينها قدامنا. للمزيد من معالجة الضجيج حنستخدم شيء اسمه المين، فناخد متوسط الصورة كله ونطرحه من الصورة، نحصل عليه من تعليمة مين 2، نطرحه بعدين من الصورة، وكمان ناقص 15 هي قيمة تجريبية لزيادة المعالجة، نحصل على هاي الصورة. حاليا حناخد الصورة هاي، شايفين نحن أجزاء الزرقاء لونها باهت. شو هدفي من الرفع للأس التربيعي؟ الفكرة انه البكسلات اللي حتكون قريبة من الصفر، قريبة من الاسود، لما رفعتها ما كتير حتتغير قيمتها، حتتربع بقيمة، يعني تصير قيمة ضئيلة، لساتها ضئيلة، لساتها قريبة من الاسود. بينما البكسلات اللي هي قيمتها كبيرة، لما رفعتها ارتفعت بدرجة كتير كبيرة، صارت لونها ابيض. مثل ما احنا شايفين اني حصلت على القطع اللي لونها ازرق صرفة، وما في اشياء تانية من خلفية الصورة. هون حنحول لنمط الثنائي بتعليمة IN2BW اعتمادا على ليفل معينة جبناها من تعليمة Gray Threshold. بياخد قيمة افتراضية بالماتلاب، بيشوف انه كل شي تحت هالعتبة عملية اسود، كل شي فوق هالعتبة عملية ابيض. فنحن فكرتنا او هدفنا من التحويل للثنائي انه انا عم خفف معالجة، صير عم اتعامل مع بتين، واحد او صفر. حنقيم بالمعالجة التالية الضجيج اللي شايفينه بالصورة من خلال تعليمة BW Area Open. شو يعني 300؟ يعني املي كل شيء أوبجكتات حجمه أقل من 300، أبقي كل شيء أكبر من 300. طبعا بهي التعليمة أنا لازم أكون ضمنانة المنطقة اللي هي ذات الاهتمام اللي بدي إياها بدها تكون أكبر من 300 مشان ما تنحذف. بهي المرحلة حنعبي الفراغات. مثل ما احنا شايفين كان في فراغات، وخليني اقول الحواف مكسرة نوعا ما، وبنملأ الفراغات ونرمم الحواف من خلال تعليمة IMClose. شو بتعمل؟ بتسكر هي الفراغات ب SE اللي هو Object Disk، الراديوس تبعه 30، أخذته وقلت له IMClose بهذا الديسك، فهي حينحط خلينا نقول ديسك جنب ديسك جنب ديسك هيك، بحيث عبى الفراغات وحتى رمم الحواف. هلأ هون صرنا انتهت خوارزمية معالجة الصورة.
حصلت على الاوبجكت اللي بدي اياه، وبقدر ابلش هلا استفاد منه بسنترويد او اريا او حسب المشروع اللي بدي اعمله. خوارزمية التنفيذ، حنتعرف بالبداية على الواجهة تبعنا. بهذا الأكسس حتطلع الصورة اللي أخذتها الكاميرا. هون عندي خيارين، إما أستخدم كاميرا سمارت فون أو لابتوب. الأزرار عندي سيت كاميرا اللي هو بيجهز الكاميرا وبيعرض لي إياها بالأكسس. الجيت ستاندرد اللي هو حناخد صورة معيارية بيظهر فيها اللون الأزرق والأحمر، وبنحسب المسافة بيناتهم. ومثل ما قلنا نحن أنه عنا الليفت كليك والدبل كليك، بيعتمد على مسافة أكبر ولا أصغر، بيعتمد على هاي المسافة. منشوفها لقدام بالكود. رن حيبلش متابعة، حيشغل البرنامج ويبلش متابعة. زر الستوب بيوقف المتابعة. هون حيظهر لي ستاندرد ديستانس اللي أخذناها بهذا الزر، والكرنت ديستانس الديستانس الحالية اللي حتكون بين الأزرق والأحمر خلال التنفيذ. بنشوف هون الخوارزمية. بعد ما اخترت الانبوت ديفايس وعملت سيت كاميرا، حناخد الستاندرد ايمج. حيحسب الديستانس دي واحد حنعتبرها هلا اللي هي بين الأزرق والأحمر. منشوف هون بالصورة مكبوس الجيت ستاندرد، الستاندرد ديستانس هي 93 فاصلة. طيب هلأ كبسنا run program. إذا ظهر اللون الأحمر قدام الكاميرا فحيعمل tracking red color، حتتحرك الماوس بحركة الأحمر. في حال كبسنا stop بأي لحظة من البرنامج حيعمل end. خلينا نشوف الملاحقة، حيكون لون أحمر فقط وعم تحرك الماوس بحركته. منتابع الجزء الثاني من الخوارزمية. هلا نحن عنا ضمن الأحمر طالع اللون الأحمر ظاهر، وبالإضافة لإله اللون الأزرق. لنشوف شو حيصير. حيتم فحص هل اللون الأزرق على يمين الأحمر، إذا حيكون على يمينه حيعمل رايت كليك. إذا كان اللون الأزرق على يسار الأحمر فحيتم حساب المسافة الحالية بيناتهم ونسميها دي 2. حيتم مقارنة دي 1 اللي حسبناها بالستاندرد ديستانس مع الدي 2. اذا كانت الدي 2 اصغر من الستاندرد ديستانس فهي حيحقق لي دبل كليك، اذا كانت اكبر فهي ليفت كليك. بنهايه كل الاحداث حيتابع ملاحقه اللون الاحمر. الوظيفه الاخيره اللي هي سكرول، كيف حققناها؟ في حال انا ما عندي لون احمر، عندي فقط ازرق امام الكاميرا، حيحقق السكرول. بهي الصورة عم نشوف الستاندرد ديستانس 93 فاصلة، الكرنت ديستانس سالبة، معناتها اللون الأزرق على يمين الأحمر، معناتها هذا رايت كليك. هون بنشوف الدبل كليك لأنه موجبة، معناتها على يساره، وأصغر من الستاندرد ديستانس فهي دبل كليك. بهي الصورة المسافة كرنت ديستانس موجبة، يعني الأزرق على يسار الأحمر، وأكبر من الستاندرد ديستانس فهي ليفت كليك. هنحكي شوي عن الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ هذا البرنامج. الضجيج اللي حيكون بسبب إذا تواجد بخلفية الصورة أشياء بلون أزرق أو أحمر، تكون هي بحجم الشرائط اللونية تبعنا. التقيد بمسافة محددة كونه نحن عم نستخدم كاميرا اللابتوب، فمضطرين نكون قريبين منها مشان يبين اللون الأزرق والأحمر للماتلاب بطريقة صحيحة. بالنسبة لإنارة المكان، أحيانا عم يكون بالخلفية هالة حمراء مثلا، هي بتأثر طبعا على التنفيذ. خلينا نعمل نظرة سريعة على بعض النقاط الهامة بالكود. بالبداية حنشوف بالست بوتون في عنا بعض الأشياء المهمة. أول شيء حنفعل الأكسس 1 اللي شفناه، اللي هو أنه حتنعرض فيه الكاميرا. فيديو إنبوت بقدر اختار منها، أنه في حال أنا موصول عندي أكثر من كاميرا باللابتوب بختار منها أنه أنو كاميرا بدي تاخذ منها. ست للكلر سبيس نحطه RGB، بدي صور RGB. فريمز بير تريجر اللي هو انه انا بكل قطحة خد فريم واحد. التريجر ريبيت انفينيتي انه انا بدي اياه فيديو يضل عم ياخد يلقط فريمات. لوجينج مود اللي هو وين بدك تحفظ الصور بالميموري.
trigger config manual مو اوتوماتيكيا. انا حمرق لك تعليمه فيها انه هلا بلشت تريجر، حنشوفها لقدام. بالفيديو ريزوليوشن هي خاصية فيديو ريزوليوشن حتعطيني مثل ما ابعاد الكاميرا 640x480. الام باندز هن ار جي بي 3. هلا فكرة هذا السطر اني انا بدي جيب الشيء اللي معروض بالكاميرا حطه بالاكسس 1. كيف؟ اول شيء بنفعل اكسس 1، بنعمل مصفوفة صفرية يعني صورة سوداء ابعادها ان بي ان ب ان باندز اللي هن 3 لايرات ار جي بي. هون بنحط ابعاد الكاميرا 640x480. تعليمة ايمج لها ريتيرن حطيناها ب اتش ايمج. تعليمة بريفيو انه بتعرض اللي بالكاميرا بالاتش ايمج بهي الصورة السوداء من دون ما تحفظه بالذاكرة. هلا هون عملنا كلير للان باندز والفيديو ريزوليوشن لتخفيف من الذاكرة، لأنه أنا إنه كان بدي إياهم بس لفكرة إنشاء الصورة وبس. وبنعمل ستارت للكاميرا. هلأ في فكرة مهمة إنه أبعاد الكاميرا هي 480x640 بينما أبعاد الشاشة 720x1280. المشكلة هون إني أنا ممكن حرك إيدي أوصل لنهاية حد الكاميرا، لكن بالنسبة لشاشة اللابتوب أنا لسه ما وصلت للأخير. كيف بدي خلي اني انا اذا وصلت للزاوية فعليا كون وصلت لزاوية الشاشة باللابتوب؟ هاي الفكرة بتنحل بانه انا عندي هاي النقطة مثلا احداثياتها اكس واي، حاخد هذا العدد اسمه على هذا الناتج 2 فاصلة، بضربه بالاكس بطلع معي الاكسات الجديدة، حقسم كمان هذا العدد على هذا 1 فاصلة، بضربه بالواي بطلع معي الوايات الجديدة. هلا اكس اكس واي واي هنا الاحداثيات اللي حتعامل معهم بالبرمجة. بتابع الرن حنستدعي مكتبتين روبوت وإيفنت اللي قلنا عليهم حيخلوني اتعامل مع ازرار الماوس. تابع روبوت هون هو تابع جافا، اسندناه لأوبجكت من الماتلاب لاتعامل معه. كمان داخل زر الرن مثل ما قلنا انه نحن عملنا التريجر مانوال، فهون بقول له هلا بلش اعمل تريجر، بلش خذ فريمات. الجيت داتا جيبها من الكاميرا حطوا لي اياها بي اي ام. هلا هي الاي ام هي الصوره اللي حتعامل معها، واعملها معالجه الصوره اللي شفناها. بس في فكره مهمه انه انا لما مثلا حرك ايدي لليمين بالنسبه للكاميرا عم تكون عم تحرك لليسار، ليسار الكاميرا، فبدي اعمل فيرتيكال فليب. هلا هون بس بدنا نعرف شو توابع الجافا اللي بتساعدني اني اجيب حقق الازرار. بالبداية عندي لنا إذا عندي read only فبدي أحرك الماوس من خلال تابع ماوس موف وبعطي الإحداثيات. بدنا نتعرف هلأ بالنسبة للماوس العادية في عنا نحنا 3 أزرار، ال left button وال right button وال middle button. ال left button هو button 1، ال right button اللي هو button 3، وال middle button هو button 2. كيف بحقق النقرات؟ من خلال تابع ماوس بريس ماوس ريليز، انه انا كبست وقمت ايدي، هون تحققت نقرة واحدة. تمام، هلأ حنحكي انه اذا كان عندي ريد اند بلو، فهلأ كيف بدي حقق الليفت كليك؟ بقول له بريس ريليز للبوتون 1، دبل كليك بريس ريليز مرتين للبوتون 1، بريس ريليز للبوتون 3 تحقق لي رايت كليك. وبالنسبة للسكرول حنشوف إذا كان عندي فقط أزرق بعمل press release للبوتون 2، وبنزل إنه قديش بدي أنزل سكرول، حطيناها 10 أسطر خلال تابع ماوس ويل. هيك بنكون خلصنا حكي عن الكود. بيبقى بس ورجيكم شوية قصص بالماتلاب. شكرا كتير لاستماعكم، نلتقي ببرنامج الماتلاب.